ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون، هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. كلمة ألا، يعني ألا؟ لا مش قصر، لا ومش كلام استفهام، قريبة شوية لكن مش تأكيد. ألا كلمة تنبيه، يعني يا أيها الناس انتبهوا لما سيقال لكم. ألا، فكلمة ألا للتنبيه، كأن المعنى انتبهوا لما سيقال. ألا، فأنت تنتبه وتركز في الذي سيقال بعد ذلك. إن لله ما في السماوات والأرض، خلقا وملكا وتدبيرا. ربنا اللي خلق السماوات والأرض، وربنا يملك السماوات والأرض، وربنا يتصرف في السماوات والأرض كيفما شاء سبحانه وتعالى. وما دام هو الذي له ما في السماوات والأرض خلقا وملكا وتدبيرا، فهو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. كانت في بنت صغيرة بتقول لوالدتها: يا ماما أنا خدت جايزة النهاردة قدامي وأنا قاعد. فبتقول لها ليه؟ قالت لها عشان حليتي السؤال. قالت لها أنهي سؤال؟ قال لي السؤال أنا كنت مذاكراه كويس. بنت صغيرة، فبتقول لها اللي هو إيه يعني؟ قالت: من ربك؟ السؤال من ربك؟ طيب الإجابة إيه يا حبيبتي؟ قالت: ربي الذي خلقني ورزقني وخلق الناس جميعا. أنا هنا انتبهت، قلت لا، الإجابة دي ناقصة، لأن جمهور الأمم والمشركون ما كانش عندهم إشكالية في هذه القضية. قضية إن ربنا الذي خلقني ورزقني وخلق الناس جميعا، دي عقيدة أبي لهب وأبي جهل، كانوا عارفين الكلام ده، فده اللي مش بيميزك كمسلم. طبعا ربنا الذي خلقنا ورزقنا، بس مش كافي هذه الإجابة. قلت لها: يا حبيبتي تقولي بعديها: وهو الذي يستحق العبادة لا شريك له. يبقى ربنا الذي خلقني ورزقني وخلق الناس جميعا، صح؟ ايه اللي بقى يترتب على ذلك؟ افرده بالعبودية. مش ربنا خلق ورزق واعبد غيره، يبقى مش منطقي وادعو غيره. ما هو خالق كل شيء، ما ابو جهل كان عارف كده، ومع ذلك كفر بالله عز وجل، لان الاجابه ناقصه. معنى ان ربنا خالق ورازق ومدبر يترتب عليه شيء اهم، ان تصرف العباده لله وحده لا شريك له. حتى ربنا ندد بمن يشرك معه في العباده. طيب كيف تشركون معي احدا في العباده وهم لم يخلقوا شيئا؟ فقال عز وجل: قل ارايتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. شرك يعني مشاركة، ولا شرك ربنا في خلق السماوات؟ ما دام لهمش في هذا الكون شيئا، لا يجوز أن تصرف لهم ولو أي شيء من العبادة، فلابد أن تصرف العبادة لله وحده لا شريك له. لازم يترتب على اعتقادك بأن الله المحيي المميت الخالق الرازق، لازم بعديها شيء مهم جدا، صرف العبادة لله وحده لا شريك له. اوعى تطلب من غير الله، واوعى تسأل الشفاء من غير الله، واوعى تطلب المدد من غير الله. هو ده الشرك الأكبر المخرج من الملة والعياذ بالله. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. يعني وعد الله حق بأنهم سيموتون وسيلقون ربهم وهو سائلهم عما يفعلونه. فالمرجع إلى الله والمصير إلى الله، ومدام في مرجع إلى الله لازم كل إنسان يعد إجابة
على السؤال يوم القيامة. ما احنا يا اخواننا لو هنموت ونفنى كانت خلاص القضية انتهت، بس هي القضية قضية اللي انت عائد الى الله ومحاسب على اعمالك. في ناس كده ماشية في الدنيا مش في دماغها اي حاجة، يعني مش مركز في اي حاجة، وبيرتكب المعاصي والذنوب والشرك والبدع ويعلم انه محاسب على ذلك وما عندوش إجابة، ومع ذلك مصر على أعماله. يعني خلينا نكون صرح، لما واحد صاحبك يقول لك تعال أحضر الفرح بتاعي بتقول له إيه؟ ماشي مجاملة، نقول لك يا عم رجب بس دي معصية، لا يجوز أنت تجامل في الباطل، معلش طيب مش عارف إيه أصلا هيزعل. طب أنت مش هتتسأل يوم القيامة عن ذلك؟ مش ربنا قال واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، وهيسالك ايه هيكون جوابك وانت عبد مامور يجب عليك ان تنفذ ما امرك الله به؟ مش ربنا قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حد الله ورسوله؟ لو هو حد الله ورسوله في مساله انت ما تتبعوش، لا تتبعوا في هذه المساله. لو حد الله ورسوله في الشرك لا تشرك معهم، في المعصية لا تعصي معه، لأن المؤمن ولو لله ورسوله وليس للناس، لأن الناس لن تنفعه يوم القيامة. فمدام وعد الله حق ده يخلينا نسيب الشغل الحرام لأن وعد الله حق، ويخلينا نصفح عمن أساء إلينا حتى ننال الأجر والثواب، لأن وعد الله حق، لأن نحن موقنين بأن في لقاء وفي حساب وعايزين نستعد لهذا الحساب. ولكن أكثرهم لا يعلمون، المشركون اللي خلاهم يستمروا في هذه المعاصي والشركيات عدم يقينهم في اليوم الآخر، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، هنموت ومش هنبعث. فأي إنسان بيستمر في المعاصي بيبقى نابع من ضعف يقين، ضعف يقين في اليوم الآخر. فإذا ازداد اليقين زادت همته في ترك ما لا يرضي الله عز وجل. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن الذي يصرون على المعاصي مع علمهم بنصوص الوعيد، إما أنهم يكذبون بنصوص الوعيد زي الكفار والمشركون، وإما أنهم لا يتصورون نصوص الوعيد، لما مش مدرك الخطر اللي هو مقدم عليه، إصراره على الذنب مع أن فيه وعيد وفي نار وفي عذاب وفي جحيم، إما لأنه مكذب يقول لك لا ما فيش أصلا يوم قيامة، ولا إما اليقين عنده ضعيف لأنه مش متصور مدى خطورة هذا الأمر. فكلما ازداد المرء يقينا وإيمانا سهل عليه ترك المعاصي. تقولي طب ازود الايمان ازاي؟ بالاعمال، صلي واقرا قران واذكر الله وتعرض لنفحات الله في مواسم الخير، ما تسيبهاش وتقول ما مش فارقه معايا، اعمل خير، كل ثواب تبذله عائد عليك بزياده ايمان في القلب. زاد ايمانك زادت قدرتك على مواصله الطاعه، وزادت قدرتك على ترك المعصيه. ولكن أكثرهم لا يعلمون، وهو الذي جراهم على ارتكاب الشرك والمعاصي، هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. هو سبحانه وتعالى المحيي المميت، لا يتعذر عليه إحياء الناس ولا يتعذر عليه إماتتهم. مش الراجل اللي عمل كل معاصي كما قال لأولاده إن أباكم لم يعمل خيرا قط، الحديث في البخاري، وإن الله إن قدر علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، فأنا إن مت فاسحقوني وذروني في يوم عاصف، لأن ربنا هيعذبه عذاب شديد. فعملوا الأولاد بهذه الوصية، فلما
احرقوا الاول قال احرقوني حلو ولعوا فيني حرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف عملوا الاولاد فامر الله تبارك وتعالى البحر ان يرد ما اخذ وامر الارض ان ترد ما اخذت ثم قال له كن فكان كاحسن ما يكون بقى بني ادم قدامه تهرب من مين من المحيي المميت فقال عبدي ما حملك ان فعلت ذلك قال خشيتك يا رب قال فبخشيتي ادخلتك الجنه مع ان الرجل ده قال كلام كفر قال ايه قال ان قدر علي هو شك في قدره ربنا لذلك حاول يهرب من ربنا وده كفر بالله الانسان يتخيل ان ربنا غير قادر على اعادته بعد ما يتحول الى تراب لكن من خوفه الشديد عقله كانما اصيب بشلل حس كده مش فاهم بقى مجنون بيقول كلام مش منطقي ولذلك العلماء يقولون وفي هذا يعذر بجهله الانسان ممكن يصل الى مرحله من الغضب او مرحله من الفرح يقول كلاما كفرا ولا يقصده فهذا الرجل من خشيته لله وقع في هذا الامر لكن الله عذره لانه وصل بغضبه مبلغا عظيما الشاهد ان ربنا قال له كن يبقى يحيي ويميت واليه ترجعون ومدام المسلمون أو مدام الناس جميعا راجعون إلى الله فعليهم أن يتجهزوا